يا عم عشان اريحكم استاذ كمال احمد لو ضربني 30,000 جزمه، ده راجل عنده 82 سنه وانا عندي 49 سنه، بس يعني قد ابوه اكبر من ابويا في السن. لا ساطالب بحقه، سيطالب البرلمان بحقه. لو ضربني 30 جزمه على دماغي ده زي ابوه. طب ردك على المطالبه بالاسقاط العضويه عنك بسبب لقاء السفير الاسرائيلي؟ اذا كان في لائحه يا ابني ولا قانون ولا دستور بيقول الكلام ده ونفذ. بدل ما يطلبوا هذا الكلام يكون عندهم شجاعة أدبية ويطالبوا بإلغاء معاهدة السلام. حضرتك مصمم على إنك تقابل السفير الإسرائيلي مرة ثانية؟ مصمم على إن أنا أخدم مصر، وإذا كان هناك ناس فهمهم تحت رجليهم هم حرين. طب انا بخدم البلد، انا استفيد ايه؟ سؤال، استفيد ايه انا؟ انا اللي بسالك حضرتك علاقه السفير الاسرائيلي هم اللي بانين صد الناصر يا حبيبي. علاقه احنا نكسب على نفسنا، هم اللي بانين صد الناصر وهيبنوا لك خمس سدود على ارض في خمس دول في حدود امريكا. في طب حصل في تمسيك بينك وبين اي اجهزه في الدوله؟ انا بخطر باش، انا مش عسكري، ما بشتغلش مواطن يا توفيق، انا بخطر الاجهزه الامنيه فقط وهذا واجبي وضعي. في اجهزه امنيه طبعا يعني حضرتك اخترتها تقتل ايه؟ عيب لما تقول للنائب كده، يعني هو اختار بس يا بيه. انا اخطر فقط هذا واجب الوسط النائب، انما انا ما بشتغلش موظف عند حد. اتكلم معاك بعد المره يا دكتور. هو انا لما هاجي اوافق هنا على قانون او اعترض على قانون استاذن من الامن؟ حد كلمه الامن بعد ما لما احب اتجوز واحده ثانيه ولا ثالثه ولا عشره اتجوز من الامن؟ هتستاذن من الامن بعد المقابله؟ حد يتكلم من الامن مع حضرتك؟ شوف العروسه يا ابني.